عييت مع طاكو مزيان وعاد دابا تخيل انت راسك بلاصتي شنو دير؟ وعاد بلاتي دابا تكون هنايا اجي نجي انا نجلس بلاصتي ولا جيت تجلس هنا ولا انت اجي حدايا وقول لي ندير وندير اللي بغيتي. راه بلاتي انا شويه اخويا كاين واحد المساله ديال اللي كانت هو الشائع هذا عرفتي شحال كيتصل بيا من اجون جوار عرفتي شحال كيتصل بيا من السمسار ديال اجون جوار عرفتي شحال كيتصل بيا من صحابي ما عنده علاقه بالكره وتيقول لي شوف هذاك فلان هذا من اجون جوار وهذا واحد العداد وهذا راه غنتعاملوا معاه ما عندنا ما نقولوا ولكن راه غادي نشوف اختارينا واحد الناس تقنيين حتى هاد المساله ديال التقنيين نعطيها لك انت سيدي تكلف بها يعني شكون هاد التقنيين اللي اختاروا تما براسهم واش هما اللي هل هما اب انهم يختاروا كتشوف معايا تقني لعابة ديال الرجاء كانوا عندهم دبلومات عندهم كاينين ناس مسؤولين مدربين دربوا الرجاء خليني نشوف مباريات ديال الرجاء اللي كلعبوا عطيتهم المدربين واحد العدد من المدربين دوليين ومغاربه تفرجوا في خمسة ستة د الماتشات باش يعطيني من خصاص فين كاين بعدا انا ما نقدرش نقول لك راجع خصاي هي دروا الى الهضره اللي كنقولوا راه تقالوا لي وبنينا عليها وعرفناها وشنو غندير باش نجيبوا لاعب اليوم واجد لان خصنا نجيبوا الزربه ندخلوا عندهم ما عندناش حتى الوقت ميركاتو الصيفي قرب يساني وانا جيت يوسف حظي شوف فين جيت انايا باش ناخذ الامور ما تنقولش باش ما تتأولش لي صاحب دا هو بدا نوتي هرب دابا لا يا سيدي سأواجه مسؤولياتي في هاد المسائل كيما كانت وغادي نديرو ان شاء الله تعاقدات على هاد القضية ناس اختصاصيين رجويين غيورين محبين محايدين الى ما كانوش رجويين اللي غيختارونا واحد النقط اللي حطينا صبعنا عليهم ديال الخصاص واللي غادي نشوفوا به متى المدرب الحالي واش راه عندو فين عندك المشكل فين عندك الخصاص ونتعاملوا معاه نجيريو ما تبقى من البطوله ونجيريو بهم الموسم المقبل ان شاء الله.